اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. تفسير حلم الشمع. الشمع وسيلة يستخدمها الإنسان للإضاءة منذ العصور القديمة، ولقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة ووجود الكهرباء في الحد من استخدامه، فاقتصر استخدامه في حالات انقطاع الكهرباء وفي أعياد الميلاد وفي دور العبادة. وقد يرى الإنسان الشمع في منامه، وعندها يبدأ البحث عن تفسيرات هذه الرؤية. وفي رحاب هذا الفيديو سوف نتعرف على معاني رؤية الشمع في المنام. قال ابن سيرين في تفسير حلم الشمع: يلمز الشمع في المنام بشكل عام إلى الخير، ومن رأى أنه يشعل في منامه عددا كبيرا من الشموع دون أن يتمكن من عدها فهذا يدل على طول العمر. كما يدل الشمع في المنام على الرزق، ومن رأى أنه قد أشعل شمعا ذي لون ذهبي أو فضي فهذا يعني أن الخير الوفير في طريقه إليه. وفي حال رأى الشخص نفسه يقوم بإطفاء الشمع في مناسبة أو احتفال ما فهذا يعني أنه يحمل عددا كبيرا من المشاكل والهموم التي ستزول في الفترة القادمة. وفي حال رأى الطالب نفسه يقوم بإطفاء الشمع فهذا يعني أنه سيفشل في امتحاناته ويرسب. وتدل رؤية الشمع في منام الفتاة العزباء على أنها إنسانة رومانسية وحالمة ذات حساسية كبيرة وعالية. وفي حال رأت العزباء نفسها تقوم بإشعال الشمع فهذا يعني أنها تكن الحب لشخص ما. وفي بعض الحالات تكون الشمعة في منام العزباء دليلا على رجاحة عقلها وعلى روحها الجميلة والطيبة. وفي حال رأت الفتاة العزباء مجموعة من الشموع مشتعلة فهذا يعني أنها ستعيش سنينا سعيدة ومليئة بالأفراح والأخبار المبهجة. وفي بعض الحالات تكون رؤية الشمع في منام العزباء دليلا على خطوبتها أو زواجها. وفي حال أطفأت الفتاة العزباء الشمعة وأظلم المكان الموجود فيه فهذا يعني أنها سوف تعيش سنة صعبة وستواجه فيها مجموعة كبيرة من المصاعب وسوف تحيط بها الهموم من كل جانب. أما في منام المرأة المتزوجة فإن الشمع يرمز إلى الهدوء والراحة والأمل. وفي حال رأت المرأة المتزوجة شمعة واحدة في منامها فهذا يعني أن أمنية من أمانيها سوف تتحقق. أما في حال رأت المرأة المتزوجة وجود شمع كثيرة في منامها فهذا يعني أن الفرح والسعادة في طريقه إليها. في حال رأت الحامل الشمعة في منامها فإن عدد الشمع الذي تراه هو عدد شهور حملها. وفي حال رأت الحامل في منامها شمعة مشتعلة فهذا يعني أنها ستنجب صبيا. أما في حال رأت شمعة واحدة غير مشتعلة فهذا يعني أنها ستلد فتاة. كانت هذه هي أبرز التأويلات والتفسيرات لحلم الشمع، الحلم الذي يحمل في طياته مجموعة من المعاني الجميلة. قدمناها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات هل سبق وشاهدتم الشمعة في أحلامكم؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.